شوفي احنا ممكن نعمل ايه. خلاص خدت اتعاني. يا فندم بالظبط نفس اللي حصل لما قبضنا على رجاء. بالظبط المجرمين بيخرجوا بكفالة بسبب المحامي ده. يا فندم ما تروحي تكلميه. أقول له إيه؟ قولي له مش هنقبل أي حد يحط لنا عقبات في شغلنا. حتى لو هيحط لنا عقبات فسيبهم براحته. هو مش إحنا برضو واثقين من نفسنا؟ واثقين ولا لأ؟ أيوة طبعاً. يبقى ما عندناش حاجة نخبيها وهو ده المهم. ناوي ترغي تاني؟ لا. لا يا فندم. أستاذ أنت متأكد؟ ما تقلقوش يلا روحوا احتفلوا النهاردة. يلا سلام. اهلا لتاني مرة انا اللي كسبت بتاع مصلحتك. اعذريني هي دي وظيفتي. وظيفتك انك تبقى بتاع مصلحتك وبس. فين اخلاقيات المهنة يا محترم؟ لو سمحتي وفري نصايحك لحد غيري ماشي. انا عارف ايه ينفع اعمله ايه ما ينفعش فهماني. لازم تعرف انك مهما حاولت تبرئ المجرمين فانا هقبض عليهم ومش هسيبهم. لو انت عايزة انا مش همسك قضية من قضاياهم بس لازم يكون فيه طلب وطلب كل حب. طلب وبحب؟ ده في أحلامك بس. مش مضطرة أطلب حاجة من حد ما عندوش ضمير وفاسد زيك. إنسانياً حسيت إني لازم أنصحك بنفسي وزي العادة القرار ده بتاعك. هقول تاني يا ريفاتي طلب بحب. أنا بكرهك. ده اختيارك وأنا مش معترض. أنت فعلاً بارد. أنا بكره كل حاجة فيك. وأنت ضميرك مات للدرجة دي؟ أنا مش هخلي خيالك ده يقرب من بنتي. أنا؟ اخرس.